بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في منطقة الرياض صار لها أكثر من 10 سنوات، وهي تستقبل التقديم للطلاب والطالبات. الآلية سهلة وبسيطة وميسرة، الطالب يدخل على البوابة بالسجل المدني ودرجة القدرات، ثم يتدرج في صفحات البوابة إلى أن يدخل الرغبات التي يحرص عليها مرتبة حسب رغبته. بعد ذلك، بعد انتهاء التقديم، تجتمع اللجنة الإشرافية على القبول الموحد للطلاب والطالبات بحضور ممثلين من 6 جامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يكون اجتماع موحد يتم فيه فرز الطلاب والطالبات، ويتم ترشيح المقبولين والمقبولات من بوابة القبول الموحد. طبعاً احنا نتحدث عن بوابة القبول الموحد للجامعات والمؤسسة. مخرجات الثانوية العامة تستقبلها جهات أخرى غير الجامعات. الجامعات تحرص على استقبال الطاقة الاستيعابية وزيادة، طاقتها الاستيعابية محدودة بلا شك، عدد الطلاب والطالبات الخريجي الثانوية في تزايد مستمر ولله الحمد، هي طاقات شابة ومؤهلة. من لا يحصل له القبول في الجامعات يفترض أن يبحث عن القبول في أماكن أخرى ليست بوابة القبول الموحد للجامعات والمؤسسة قادرة على الإجابة على هذا السؤال، وهو هم وطني وهم كبير للطلاب والطالبات بلا شك.